من أجل هذه الساعة الأثرية قامت نزاعات بين عائلة واترسون وفينجلهايمر لقرون وقرون. كانت مع جدي 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 جدك عباس واترسون، وسرقها منه شرير اسمه أبو رجل مسلوقة، ولكن ابنه جدي 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 ثم سرقها عمه أبو رجل مسلوقة وهو لا يعرف قيمتها الحقيقية. ولن تصدق، وجدوها أخيرا في حصالة مرتضى فينجلهايمر. وأخيرا استردها أبي في مسابقة للطم الخدود وسلمها لي. واليوم يا صغيري أقدمها لك بيدي. يا مقرفة، ليست حتى ساعة ولا 10 دقائق. ما هو معنى في إلى أكس؟ لحظة، أخذتها من بابا؟ كيف عرفت؟ حول معي ورفات وأخبرني حكايات مليئة بالأرجل والأجنحة، لكن لا يعني لا، الرجال هم بمواقفهم. ساعدني لحظة لو سمحت، سأربط حذائي. طبعاً، لكنك لا تلبس حذاءً. من يحمل الساعة يملكها. طيب، سأخذها، لكن بشرط واحد، في أي لحظة بابا يهدينا هدية هي لي، تمام؟ تمام. والآن انظر يدك. ها؟ هذا؟ أم هذا؟ انظر يدك. لا، دبل لا. أعطيتها لعجوز فقير. ماذا؟ أنا قلت أعطيتها لعجوز فقير. حسناً سمعتك. كيف تعطي ثروة من ثروات العائلة لعجوز فقير؟ ظننت أنك لا تريدها. ماذا سيحدث لبابا؟ هل سيبكي دموع بابا ودموعي واحد؟ لا تبكي يا حشاشة قلبي، هي غلطتي معك. إذن وبما أنها غلطتك ستساعدني صح؟ لكن كيف أساعدك وأنت السبب الأساسي لضياعها؟ إن كل ما يحدث الآن هو لأنك رفضت الهدية. أحضرها. لا، أنت. أنت أحضرها. لما الهمس يا أولاد؟ نتحدث عن الساعة؟ في الذات في الذات. أردها، أضحكتني يا ظريف، أردها لو كانت لك. أنا اسمي عطوة فينجلهايمر، وهذه الساعة إرث أجدادي فينجلهايمر، فهمت؟ ابدأ، أعدتها لعائلة فينجلهايمر؟ اعتبرها عدالة السماء. كيف ترفض طلب طفل بريء؟ هل ستبكي؟ بكاء هذا أم حالة ولادة؟ فرقعوا من هنا. ماذا نفعل؟ يعني ننسى موضوع الساعة من أساسه. لكنني أشعر بالذنب. ثم نتعامل مع أحاسيسنا بعقلانية واقعية ونحبسها بداخلنا حتى آخر العمر. إيه، ماذا بك؟ إنه الندم، إحساس فظيع بداخلي يمنعني حتى من الأكل. علينا إعادة الساعة بأي وسيلة. بالسلامة، وانسى يا الساعة. لا تجبرني على العنف عطوة. ما هذا؟ سوف أضرب نفسي إذن وأطلب الشرطة وأتهمك بالجريمة. وهل ستجرؤ يا بسكوتة بابا وماما؟ لا معنى لكلامك، وسأثبت لك حالا. أطلب الإشعاف، هناك حالة ورطاء. هل يتحدث معي الآن؟ بالعكس، أتحدث إليك. طيب، تعال معي للبيت. أنا قادر على الكباب للبيخ بنفسي، مسيطر سيطرة ولست بحاكة للمشى. مشى يا ماما. ليته يعلم أنه الطريق الخطأ. لم يعد الموضوع يحتمل، علينا إخبار بابا بالحقيقة. خطة رائعة وبسيطة، وأنت تخبره بأنك لا تحبه. سأخبره بأننا أضعنا تراث العائلة كله. أو اضرب يدك في صدره وانتزع قلبه وأنا أصفك. أنا من سيصفك، أنا عندي فكرة رائعة. حانت لحظتك عطوة. يا للمصيبة، قال لن يبادل الساعة ولو بحياته، ويبدو أنه كان يكذب. هيا إسعافات أولية. يا إسعافاتك غلط. لن ألمس فمه، ألا يشبه غطاء البالوعة؟ طيب، يلا بعيد. هيا عطوة، افتح النفق. لا لحظة. إنه إذا نفس يعني حي. ابتعد عني. هذه الساعة لعائلتي، ألا تفهمان؟